desert animals. Lesson 1. Huge, dangerous, scary, scarier. يعني ايه scarier يا teacher؟ scarier يعني اكتر اخافة، يعني ده مخيف اما ده اكتر اخافة. وطبعا هناخده بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن الجزء الخاص بالجرامر او عن الكومبراتيف. helpful helpful cute important ugly eagle pelican fennec fox crocodile snake lizard spider birds insects fur feathers fin pet control. Our country, animals, the same job, bigger, fewer, agree, talk about, what about, that's true, you are right. نيجي بعد كده لجزء مهم جدا وهو جزء الconversation أو المحادثة. طبعا ده very important. تمام؟ Mom, look at all these animals that live in our country. يعني بتقول لما بتقول الام بتقول لها بصي شوفي كده الحيوانات دي كلها من our country من الدوله بتاعتنا. Sarah, look at the crocodile, it's huge. Look here, it's huge. يعني ايه it's huge؟ يعني ضخم، انه ضخم. هيوج ديت ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن صفه adjective. يبقى هو بيعلمني هنا بيقول لي اني لما اجي اتكلم عن الadjective او لما اجي اقول يا جماعه انا هعمل وصف، في الحاله ديت انا لازم استخدم verb to be سواء كانت am او is او are. اوكي. huge and scary. I think the spider is scarier. اعتقد ان السبايدر اكتر اخاف. yeah but spiders are very helpful. ولكن السبايدر helpful مهمه جدا او مفيده جدا متعاونه جدا. they eat insects. Farmers like spiders. طب تعالوا بقى هنا الجملة دي very important. أولا جت في rearrange، تيجي في rearrange مهمة جدا، وكمان تيجي في إيه؟ تيجي في السؤال، مش بس rearrange، لا ده choose the correct answer. Farmers like spiders. يبقى why؟ Why farmers like spider؟ Because they eat insects. لأنها بتاكل حشرة. Okay. What about the snake and crocodile? They are dangerous, aren't they؟ هما كمان خطيرين جدا، مش كده؟ Yes, that's true. احنا قلنا هنا بقى that's true معناها ايه؟ هذا صحيح. يبقى انا لما حد يقول لي حاجة سواء كانت فكرة او يقول لي جملة او يقول لي رأيه في حاجة وانا عايز اقول له ايوة انت عندك حق اوافقه على رأيه، هقول له that's true. But they do a very important job. ولكنها عندها وظيفة مهمة جدا. They eat insects. تاكل insects. ايه ده زي السبايدرز؟ ومش بس الانسكتز، لا ده كمان البيردز and the lizards. This what this، بس بقى الجملة دي مهمة جدا. This controls the number of these small animals. يعني دوت لما هم بياكلوا الحشرات او الطيور او الليزرد السحالي ده بيساعد في ايه؟ بيساعد في التحكم في عدد هذه الحيوانات الصغيرة. Eagles do the same job. كمان الايجلز بيعملوا كده. The pelican It's a small fish. كمان البليكان it's a small fish. هنا بقى في الستوب خلينا يعني نقف كده ونشوف. أول حاجة احنا قلنا السبايدر helpful. ليه تشير؟ Because they eat insects. لأنها بتاكل الانسكتس. طب قلنا كمان ان الكروكودايل والسنيك very important. ليه تشير؟ Because they eat insects, birds and the lizard. وإيه كمان؟ الايجلز كمان بتعمل نفس الجوب، نفس الوظيفة. طب والبليكان تشير؟ It's a small fish. بياكل السمك الصغير. You are right. هنا الأم وافقتها مرة كمان. We sometimes think some animals are scary or ugly. إحنا في بعض من الأوقات بنفتكر إن الحيوانات مضرة أو مخيفة، يعني سيئة أو مخيفة. But they are all important. ولكن كلها حيوانات مهمة. طيب. بعد كده شوية exercise. Okay. إن شاء الله اوعوا تنسوا اللايك، لو عجبكم الفيديو اللايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اول باول. انا بقى واخده البيج ديت ليه؟ عشان انا عايزه اشرح لكم البانك تويت، لان سؤال البانك تويت ده اساسي ان شاء الله في امتحان بكره. يعني ايه بانك تويت؟ بانك تويت يعني علامات الترقيم. يعني ايه تتشر علامات الترقيم؟
علامات الترقيم ان احنا يعني نهندم الكتابة بتاعتنا ازاي يا تيتشر؟ يعني مثلا اول حرف في الجملة لازم يكون كابيتال، لو اسماء اولاد او اسماء بنات، اسماء اماكن مشهورة، لازم اول حرف يكون كابيتال. لو انا بتكلم عن question هحط في اخر الجملة question mark، لو بتكلم عن sentence عادية، جملة عادية، هحط في الاخر full stop. تعالوا نشوف كده the first sentence. Does Stark like crocodiles؟ طبعا اول حرف هيكبر هو حرف D، تمام، اعمله كابيتال. جيت انا لقيت اسم ولد اللي هو طارق، برضو هعمل اول حرف اللي هو T كابيتال. بما ان الجملة بدأت بدوز او بدو او باي question word اداة استفهام، في الحالة دي انا هحط question mark. Number two. Spiders are very helpful. Spider هنبدأ بالاس، helpful كده خلاص مفيش اي حاجة في الجملة تاني مفيدة، كل اللي هعمله ان احط full stop. Why do farmer like spiders؟ هنا why، بص ال W، طب انا عارف منين تشر ان ال W ديت small مش capital، ان هلاقي ال W صغيرة عن حرف ال H كده look here، ولكن لو ال W وال H الاتنين في طول بعض فده معناه ان هم ان هي capital، لكن انا زي ما انتم شايفين كده ان ال W صغير قوي فده معناه ان هي small، فانا هكبرها طبعا هعملها في طول حرف ال H. W في كلمة Y، لا وكمان طبعا بما ان الجملة بدأت بكلمة Y يبقى ده معناه ان هو سؤال، ففي الاخر هحط في question mark. Mom الام في mom، Sarah الاس في Sarah، Tark التي في Tark، وفي الاخر full stop. Which animal is scary؟ ال W بتاعت ايه which، وكمان question mark لان which دي question word اداة استفهام. مهم قوي بقى حاجة كمان، ان انت بعد ما بتخلص في الكتابة، يعني انت مثلا هنا مثلا كبرت الدي والتي وحطت في الاخر question mark، لو سمحت بالقلم بتاعك زي ما انت هتحط شرطة صغيرة underline تحت حرف الدي، شرطة صغيرة عند حرف التي، شرطة صغيرة تحت question mark عشان تبين اللي بيصحح ان انت فاهم وكبرت دول. اوكي طيب تعالوا نشوف after that what. طيب يا تيتشر، لو جاب لي بيكتشر كده وقال لي look and write three sentences، بص واكتب three sentences، اعمل ايه؟ اول حاجة three sentences معناها ان كل جملة هتكون مختصة بنفسها. طيب انا مثلا جات لي صورة animals زي دي كده، اقول ايه؟ اول حاجة اقول it as، it as، تمام، وبعدين اسم الانيمال، وركز كويس عشان تكتب قبله a او an، واوعى تنسى الفول ستوب. يعني مثلا صورة زي دي it is a lion، it is a spider، it is an eagle، it is a crocodile، it is a pelican. طب انا بقى تيتشر عايز اقول مثلا ان ده بياكل كذا وده بياكل كذا، اقول له ايه؟ اقول the spider eats what، the spider eats insects، تمام. طيب as example يعني. ندخل بقى على listen to. desert animals during the day، at night، lows heat، sick far، keep it warm، step eagle، opens area. okay. mammals female، male، fact 5، north africa، europe، travel، around، winter، cold، hot، warmer، feel، beautiful، scare، fly، lift its head up، probably، just. طبعا دي اهم كلمات listen to. hear، rabbit، mice، scared. طب ممكن تيتشر تقول لنا ايه الفرق بين scary و scared؟ طالما الاثنين معناهم خايف، هما الاثنين مش معناهم خايف، تمام، ولكن الاثنين نفس المعنى. طب ايه الفرق؟ الادجكتيف لما يكون اخرها اي دي فهي بتوصف الشخص، فسكيرد معناها خائف. اوكي طيب، اما سكاري اللي اخرها واي دي كانت بتوصف شيء، بتوصف الكروكودايل يعني حاجه غير عاقل، او السبايدر، فهي بتقول مخيف مش خائف. someone something what why which where how how long how tall how heavy. ممكن تيتشر تقول لنا، طبعا دي question word ودي very important، يعني what the difference between how tall و how long؟
هاو طول دي بتوصف او بتسأل عن طول الحاجات اللي بتطول او بتعلى بشكل رأسي، يعني زي ايه؟ زي التري، زي الانسان كمان. تمام. طب امال هاو لونج يا تيتشر؟ هاو لونج بتوصف الحاجات اللي بالعرض. يعني ايه الحاجات اللي بالعرض؟ يعني مثلا زي الريفر، النهر، زي الستريت، الشارع، زي السنيك كمان، زي اللي هو حاطه كده. فبتوصف الحاجة بالعرض. يبقى انا لو عايزة اسأل عن طول حاجة بالطول بتطلع لفوق بشكل رأسي، فانا هقول هاو تول. اما الحاجات اللي ايه افقيا، يبقى ديت هسأل عنها بهاو لونج. تمام. طبعا هاو هيفي، ما وزن. فانك فوكس، very important. الفانك فوكس دوت فيه شوية معلومات مهمة جدا. What does it leave؟ طبعا in the desert. احنا متفقين من الاول ان اصلا اليونت كلها عن ال desert animals. How tall؟ 20 سنتيمتر. يبقى معنى كده قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول ان لما يكون ال question عندك ب how tall، حضرتك اجابتك هتكون number وكلمة سنتيمتر او متر، يعني حاجة بتقيس الطول. The third question. How heavy؟ How heavy معناها كم وزن؟ يبقى معناها ان اجابتي هتكون بالكيلوغرام او بالجرام، about 1 كيلوغرام. How long؟ How long ده معناه العرض بتاعه اللي هو كده امتداده، about 30 سنتيمتر، زيه زي الطول بالظبط، بيقيس بالسنتيمتر او بالمتر. What does it eat؟ Insects، small lizard or mice. تعالوا نشوف بقى اهم المعلومات ونعمل عليها سبوت لاين في الفينك فوكس ده. The fennec fox lives in the desert. ادي اول جملة. يعني التيتشر لو جاب لي بيكتشر كده للفينك فوكس وطلب مني استخدم او اعمل تلات جمل، اقدر اقول ايه؟ It is a fennec fox. Fennec fox lives in the desert. او it lives in the desert. It's smaller than other foxes. اصغر من اي فوكس تاني. Its ears are big. الودن بتاعته كبيرة. Really big. The fennec fox needs big ears. تعالوا بقى نشوف ليه هي كبيرة وما هنحتاجها في ايه. To hear insects and small animals. يسمع بيها الحشرات الصغيرة وكمان الحيوانات. During the day، أثناء اليوم. It's hot in the desert. الجو بيكون حر جدا في الديزرت، الصحراء. During the fox loses heat from its ears. يعني هي مش بس فايدتها ان هو بيسمع بيها، لا ده هي كمان مهمة جدا في ايه؟ في انها بتقلل له الحرارة، بتخليه يفقد حرارة من ودنه. At night، وبالليل. It's cold. The fox's sack fur keeps it warm. مهمة اوي الجملة دي، خدوها. دي الجملة دي بتاعت الريارنج، مهمة جدا، هتلاقوها ان شاء الله في امتحان بكرة. The fox's sack fur keeps it warm. The fox's sack fur keeps it warm. اول حاجة هبدأ بذا fox. مش تمام، الاس دي اسمها possessive s او اس الملكية، فلازم الحاجة اللي بعدها تكون حاجة مملوكة للفوكس ده. طبعا هو هنا الحاجة دي هي ايه؟ هي الفار، اللي هي الجلد بتاعه او الفضل. طب امال سك ليه جت قبل فار؟ لان سك معناها سميك، ودي adjective صفة، والadjective بتيجي قبل الاسم. فبما اني انا هوصف الفار انه سك، لازم سك تيجي قبل فار. يبقى ترتيب الجملة جه كالتالي: the fox، ودي subject، والاس معاها لانها possessive s. دي مش اختصار كلمة as، لا دي possessive s. طب بعدها ايه يا تيتشر؟ بعدها subject، sorry adjective الصفة، وبعد الصفة noun. اوكي، كل ده كده اسمه phrase noun او الاسم بتاع subject. كل ده subject. The fox is sick for. طيب بعدها ايه بقى؟ keeps. keeps ده الverb، يعني بيحافظ عليها. keeps it warm، بيخليه دايما دافئ. يعني انت قصدك تقولي ان الفوكس السيك فور، الفرو بتاع الفرو السميك للثعلب اللي هو كل ده، بيعمل ايه؟ keeps، بيحافظ. at، بيحافظ على مين؟ على الثعلب. warm، دافئ. طيب قولي بقى يا تيتشر اهم الحاجات اللي طلعنا بيها من الريدنج ده. اول حاجه ان الفينك فوكس lives in the desert، بيعيش في الصحراء. تاني حاجه it has a big ears or a big ear، sorry big ears، عنده ودان كبيره. تالت حاجة بيعمل ايه؟ It has a sick fur، عنده sick fur. تمام؟ صعبة؟ كمان it eats، بياكل ايه؟ Insects، small lizard and mice. يبقى انا عشان اتكلم عن اي animals، اول حاجة هقولها هو live فين، بيعيش فين. تاني حاجة هقولها
اذا كان هو مثلا بياكل ايه. تالت حاجه هقولها ايه الحاجه المميزه بالنسبه له. اوكي دلوقتي بقى ايه الدور على مين؟ ستيب ايجل او النسر. How long does it live? 40 years. بيعيش 40 سنة. How heavy? وزنه قد ايه؟ 3 kilograms. 3 كيلو. How long is it? طول قد ايه؟ From wing to wing around 170 centimeter. طوله من الجناح للجناح حوالي 170 سنتيمتر. Look at the eagle flying. الجملة دي كمان مهمة. بص كده للإيجل فلاينج بيطير. It's beautiful. جميل. Isn't it? أليس كذلك؟ The steep eagle travels from Europe to Africa. بيسافر من أوروبا لأفريقيا. In winter. في الشتاء. It lives in very big open areas. بيعيش في مكان واسع كبير أو منطقة كبيرة واسعة. مفتوحة. It eats other birds. بيأكل طيور تانية. Small mammals. الثدييات الصغيرة. And rabbits. وكمان الأرانب. When it opens its wings, لما بيفتح جناحاته, it's longer than you, بيكون أطول منك. The female is bigger and heavier than the male. يعني الأنثى بتاعته أكبر وأتقل من الميل اللي هو الذكر. تمام؟ الجملة دي كمان very important. طبعاً في كام جملة كده في كل حاجة مهمة جداً دي ركزوا عليها. طيب أنا التيتشر دلوقتي جت صورة النسر ده في الامتحان وطلب مني اكتب 3 sentences. What can I say? اقول ايه؟ اول حاجة زي ما اتفقنا it is a steep eagle او it is an eagle. تاني حاجة اقول المكان اللي عايش فين. It lives in very big open areas. عايش في منطقة واسعة كبيرة. تالت حاجة بيأكل ايه؟ It eats birds, small mammals and rabbits. طب ايه الحاجة بقى المميزة ليه؟ The female is bigger and heavier than the male. الأنثى أكبر من الذكر. تالت حاجة snake. تعبان. The snake is lifting its head up. It probably feels scared. بص كده تعبان ده شكله خايف. Because it has just seen someone or something. شايف شخص ما أو شيء. طب أنا بقى أقدر أتكلم أنا عن السنيك يا تيتشر؟ يلا خلينا نشوف. ها تقدر تتكلم عن السنيك تقول ايه؟ اول حاجه it's a snake. تاني حاجه it lives in the desert. بيعيش في الصحراء. تالت حاجه it's very long. طويل جدا. رابع حاجه عباره عن ايه او بياكل ايه؟ طب تفتكروا بياكل ايه؟ ممكن اقول ايه؟ a lizard and the insects. طيب نيجي بعد كده هندخل في lesson 3. طبعا يا ريت اي حد عنده اي question يبعته فورا علشان احل عليه باذن الله او ارد له عليه. تمام؟ وما تنسوش اللي حابب يستفاد بالشروحات او كمان البي دي اف مهمه جدا سواء كانت اسئله على الجرامر او سواء كانت اسئله في العموم عن الثري يونتس ان شاء الله في الجروب بتاع الواتساب يبقى ينضم. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن. نبدا في lesson 3. كامل هام اميزنج Powerful, strong, delicious, intelligent, perfect for, large, flat feet, noisy, get angry. Across the desert, carry, understand, healthy, often, special ways, be careful. On the sand, common, clothes, socks, eyes, grass, fresh water. طبعا I think ان ال camel very important و I think ان هو من اكتر الحاجات يعني مترشحة انها تيجي بكرة ان شاء الله في الامتحان. Camels are amazing. مذهلة. They are powerful. هي جميلة. Strong animals. حيوانات قوية. They help us to carry things and people across the desert. بتساعدنا ان احنا نشيل الناس والاشياء في ديزرت الصحراء. Their milk is delicious. اللبن بتاعها لذيذ جدا. We can use their fur to make socks. كمان بنستخدم الفرو بتاعها نعمل بيه socks الشرابات. They are very intelligent. ذكية جدا. And can understand lots of words. وتقدر تفهم كلمات كتيرة. Camels are perfect. مميز جدا. For the desert في الصحراء. Here is why. تعالوا نشوف ليه بقى. ليه هو مميز للصحراء. أول حاجة. They have large flat feet. عندها رجلين زي ما انتم شايفين كده كبيرة ومسطحة.
so they can walk on the sand. تقدر تمشي بيهم على الرمل. Number two, healthy camels don't need to drink water often. تقعد فترة طويلة جدا على ما تحتاج ماء انها تشربها. They have special ways, ليها طريقة معينة. To close their nose and eyes, تقفل بيها عينيها وكمان ما انفها. To stop the sand for coming in, تمنع بيها الرملة من الدخول لوشها. But be careful, ولكن احترس. Camels are very noisy. الجمال كمان مزعجة جدا. And they can get angry, وتقدر تغضب بسرعة. من الكاملز معايا كام جملة؟ يلا بينا نعيد. أول حاجة, camels lives where? Lives in the desert. Number two, بيعمل ايه؟ It carry things and people. يقدر يشيل الناس والحياة والأشياء. تالت حاجة, their milk is delicious. اللبن بتاعهم لذيذ. رابع حاجة, we can use what? We can use their fur to make clothes. نقدر نعمل ملابس من الفرو بتاعه. تمام. بيعمل ايه كمان؟ It don't need drink water often. They don't need to drink water often. يعني مش بيحتاج ان هو يشرب مية كتير. تمام. عمل عنده ايه كمان؟ They have large flat feet. عنده رجلين مسطحة. So they can walk on the sand or in the desert. تمام. بعد كده دي comparative between camel and horse. انه بيقول لنا ان هو يشرح ال comparative يعني. تعالوا نشوف المعلومتين المهمتين دول عن الخيول. Horses have large beautiful eyes. الهورسز عندها عيون جميلة وكبيرة. Horses have strong teeth. عندها أسنان قوية. They like to eat grass. تحب تاكل الجراس. And drink fresh water. وتشرب مية عذبة. خدوا بالكم بقى من drink fresh water دي. بعد كده comparative. طبعا هو هنا شارحها تمام في الكتاب, لكن انا برضو هتلاقوني شرحها لكم في فيديو. هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. اوكي, شرحها شرح مفصل على البورد. اوكي, وان شاء الله باذن الله اللي يدخل على الجروب في PDF في اهم الاسئله عن الادجكتيفز, وكمان عن الكومبريشن, وكمان عن التحويلات زي بحول يعني في الكومبريت. اوكي, كومبريتيف ديجري, درجات المقارنه. We use a comparative form to compare two people. أقدر بيها أقارن ما بين شخصين. To animals, اثنين حيوانات. Or to things, أو حتى شيء. شكل الكومبراتيف بيكون إيه يا تيتشر؟ بيكون شكله عامل زي الميزان بالظبط. I have the first thing, أنا عندي حاجة الأول. بعدها verb to be. وبعدين الأدجكتيف بتاعتي. طبعا الأدجكتيف نوعين. النوع الأول الشورت, وده اللي بنحط له ER. والنوع الثاني long, اللي هي الصفة الطويلة, ما بقدرش استخدم معها ER, وهنشوف هنستخدم معها ايه. طب بعد ما احط الادجكتيف ER عشان اقول ان الجملة ديت, يا جماعة اقول ايه؟ اقول يا جماعة دي جملة مقارنة. يا جماعة بصوا كده, ER يعني مقارنة. تمام. بعدها هتزود كلمة then, وبعدين اكتب the second thing or the second person, الشيء الثاني او الشخص الثاني. اوكي, horses are faster than camels. ادي الهورسز, ادي the first thing. بعدها verb to be are, طبعا عشان horses جمع. وبعدين fast, اللي هي سريع. faster لما تضاف لها ER يبقى أسرع. then من camels, camels دي the second thing. the lion is stronger than the fox. اللاين الأسد is stronger than the fox, أقوى من الفوكس. طيب في بقى كام notes كده مهمة جدا. طيب تعالي نشوف ايه هي تتشوف. أول note عندنا أو ملحوظة, when the adjective ends in E, لما adjective أو الصفة بتاعتي تنتهي بحرف E, we add R, just R, بس بضيف R. زي large, larger, nice, nicer, fine, finer. تاني comment, when the adjective لما الصفة بتاعتي ends in a consonant letter, حرف ساكن, after one vowel, وقبلها vowel, بعدها vowel, we double the final consonant before adding ER. قبل ما يعني قبل ما احط ER بضيف بقى ايه؟ بكرر الكونسونانت الاخير. اوكي, as example big, bigger. بصوا هنا في حروف كلمه big اخرها G, وديت ايه؟ consonant. قبلها ايه؟ I, وده vowel, وقبلها consonant تاني. يبقى انا عندي vowel letter قبل الاخير. تمام, وكمان ما بين حرفين consonant. عملت انا ايه بقى عشان اعمل الكومبراتيف بتاعتي مظبوطه؟ ضعفت الحرف الساكن الاخير اللي هو جي, فبقى دبل جي, فعشان كده بقول bigger, B I double G E R.
نفس الكلام فاتر تي وقبلها ايه اعمل ايه هروح مكرر التي يبقى فاتر نفس الكلام في السن يبقى سينر كررت الان هات هاتر كررت التي الثيرد نوت تالت ملحوظ وين ذا ادجكتيف لما الادجكتيف بتاعتنا ends in letter y تنتهي بحرف الواي وتشينجز ذا واي انتو اي بشيل الواي خالص بد امام دروب للواي واحط مكانها اي اي ار as example heavy heavier easy easier happy happier noisy noisier scary scarier وهي كلمة scarier هي اللي قبلناها فوق في الكلمات فاكرينها as example pirates are noisier than spiders تعالوا بقى نشوف الادجكتيف لما تكون ايه لما تكون long adjective يعني ايه long adjective يعني تتكون من اكثر من syllable اوكي اكثر من مقطع تمام حروفها كتيره بعمل ايه بستخدم قبلها كلمة سمور أو less as example dangerous ديت معناها خطير وهي صفة طويلة a snake is more dangerous than a fox is less dangerous than a snake طب ليه هنا teacher استخدمنا less علشان هنا الفوكس أقل خطر من السنيك يعني أنا أقدر ألعب في المور والless أقل أو أكتر المهم إن الصفة بتاعتي ما بجيش عندها يبقى أنا بعمل إيه في الأدجكتيف لما تكون طويلة اول حاجه بستخدم قبلها كلمه مور او لس بعد كده بستخدم الادجكتيف وبعد الادجكتيف كلمه ذا تمام طيب بقى نشوف التابل ده في طبعا شويه شورت اند ادجكتيف اند لونج ادجكتيف از اكزامبل تول تولر لونج لونجر شورت شورتر فاست فاستر سلو سلوور سمول سمولر بيج بيجر كولد كولدر هوت هوتر strong stronger few fewer thin thinner warm warmer heavy heavier noisy noisier easy easier scary scarier nice nicer dangerous طبعا دي adjective طويل more dangerous less dangerous more important less important more beautiful less beautiful more intelligent less intelligent more delicious less delicious more careful less careful وبكده نبقى فنشنا الدرس الثالث او lesson 3 وهندخل في lesson 4 اتمنى ان شاء الله لو ما كنتش مفعل زر الجرس تفعله علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اتمنى كمان انك تفضل متابع للقناة واوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب ولو عجبك الفيديو انزل بسرعة هتلاقيني حاطه في الديسكريبشن لينك للشرح على البورد الكومبراتيف او المقارنة على البورد وفيها اسئلة كتير جدا كمان PDF اوكي اتمنى ان انتوا تحلوا وتبعتولي يا ريت يعني اللي يدخل جروب الواتساب هرفع له البي دي اف ويحل ويبعت لي الاجابات وانا هصححهم بير بيليكان ريفر جوسي فيش ريتش ليفت بو كلوز لك سربرايزد ويسبر اكسكيوز مي هانجري انجري ريدي فان انتريستينج Pouring, fly away, look down, shout, pause, because, okay. بعد كده goes الفونكس. What is the difference between the P and the B? P. ودي ال B. نحن عليها ال B تقيلة. ديت لازم يكون عندنا يعني يكون بقنا فيها ونطلعه. Okay. So انتها P. P. Pelican. Pear. P. Pen. لكن بصوا هنا بقى بيه خفيفة باخد نفسي عالي وطلعه bird bear bear sorry be back بعد كده read and learn دوت هو طبعا ستوري جميل قوي between مين ما بين مين ومين ما بين pelican والبير اللي هي البجعة والدب okay طيب شو في جات في الأسئلة في الاختبارات بتاعت الكتاب اللي هو المدرسة جات فيها كام جملة كده مهمين أنا هشرح لكم الستوري وهقول لكم اهو اعلم لكم عن الجمل ديت اللي انا قلت لكم عليها مهمه او جد Pelican and bear are in the river البليكان والبير الاثنين كانوا في النهر they are very hungry شايفين hungry عشان adjective استخدمت قبلها are they are both looking at a big juicy fish هم الاثنين بيبصوا على سمكه كبيره the bear reaches for the fish وصل البير للفيش يبقى reach for ركزوا معايا reach for معناها يصل الى reach for معناها يصل الى
وطبعا لان البير دوت سينجلر مفرد فاستخدم الاس. It lifts its paw. It lifts its paw. يعني رفع مخالبه او رفع ايده كده. The pelican opens its beak. اما البليكان بقى كل واحد بقى بيعرض مهاراته. البير عامل ايه؟ lifts its paw. طب امال البليكان opens its beak. يبقى البو lifts لكن البيك opens. again البو lifts لكن البيك opens. it's ready to take the fish out of the river, out of the water. مستعد هياخد السمكة من الماء. the bee sees the pelican, the pelican sees the bear. كل واحد منهم شاف التاني. excuse me, the pelican says, that's my fish, سمكتي. the bear is surprised and angry. غضب وندهش. pelican, بصوا بيكلمه اسلوب تهديد. look at my clothes, بص على مخالبي كده. now, ودلوقتي. look at my teeth, بص على سناني كمان. that's my fish, دي سمكتي. the pelican looks scared, شكله خاف ولكنه كان ماكل بصراحة. I'm sorry bear, اسف يا bear, it's whisper. the bear is bigger and stronger than the pelican, اكبر واضخم واقوى. the bear licks its paw, يعني لاحظ المخالب بتاعته. the bear is happy, بقى مبسوط. because it has a big fish for dinner, بقى عنده سمكة كبيرة للعشاء. then the bear looks down, بص كده تحتيه. oh no, it can't see the fish, مش شايف الفش. it can't see the pelican, ولا شايف البلكن. pelican, where are you? bear shouts. there is no pelican, but he hears a happy pelican flying away. ولكنه سمع صوت البلكن بيضحك من ايه وهو بيطير او بيهرب. flying away معناها يهرب. flying away معناها يهرب. عشان الترتيب يبقى انا هنا عندي reaches for, يصل الى lift its paw, وعندي كمان open its beak, وعندي كمان flying away. very important. طيب اخر جزء اللي هو lesson 5 و 6. aardvark, strange, ants, dig for food, hunt for food. tongue, parts, stop, dust, go in. neck, the mole rat, eastern Africa. hair, teeth, body temperature, get ill, scientists, control. holes, special, popular, information, facts, ideas. بعد كده الولد بيتكلم عن الارد باركس. اوكي, وكمان النجد مولرات. بصراحة ما جوش كتير ولكن هنلقى عليهم نظرة برضو عشان ما نبقاش فوتنا اي حاجة في اليونت. ارد باركس look very strange, شكله غريب. they have big ears, عنده دان طويلة. and large nose, وكمان مناخير طويلة. They use their very strong paws, استخدم البوز والكلاوز بتاعته. to dig for food, يحفر بيها عن الأكل. They use their long tongue, وتستخدم لسانه الطويل. to eat ants, عشان يأكل بيها النمل. Adverk sleeps during the day, بينام بالنهار. They hunt for food, يعمل hunt أو يصطاد الأكل بتاعه. at night, بالليل. Adverk live in many parts of Africa, عايش في مناطق كتيرة في أفريقيا. it can close their nose, يقدر they can close their nose, يقفلوا مناخيرهم. to stop the dust from going in, عشان التراب ما يخشش جوه مناخيرهم. okay. neck the mole rat, I neck the mole rat lives in eastern Africa, عايش في شرق افريقيا. it has big teeth, عنده زي ما شايفين كده سنان طويلة او كبيرة. and no hair, واصلع. it can't control its body temperature, ما بيقدرش يتحكم في درجة حرارة جسمه. because it has no hair, عشان يحرم عندوش شعر. but there are two things, عنده حاجتين. that makes the mole rat special, بتخليه يعني مختلف. it doesn't get ill, ما بيعيش. it lives for a long time, بيعيش مدة طويلة 31 years, أقل حاجة 31 سنة. scientists want to learn, عايزين يتعلموا كتير about mole rats, عن المول rats. they are not cute animals, أكيد هما مش cute animals, but they are amazing, ولكنهم مدهشون. بكده اكون انا ان شاء الله فنشت او لميت اليونت كلها, يونت 2. تمام, اتمنى ان شاء الله ان هي تكون كانت سهله عليكم وقدرتوا تلموها في الكام دقيقه دول.
اتمنى كمان ان انتوا تتابعوا القناة علشان في حاجات مهمة جدا هنزلها ان شاء الله بكرة، تمام؟ وباذن الله زي ما قلت لكم في اول فيديو بقول لكم تاني ان شاء الله باذن الله بكرة في بث مباشر الساعة 5 بتوقيت مصر، هيكون في اهم الحاجات اللي درسناها في المنهج، وهيكون في اهم حل لاسئلة، تمام؟ كمان اللي عاوز يستفيد ويحل معانا اسئلة عن الجرامر او اسئلة choose the correct answer عن المنهج ينزل في الديسكريبشن تحت الفيديو، هيلاقيني منزلة لينك الجروب بتاع الواتساب، يقدر ينضم لينا ويطلب البي دي اف اللي هو عايزه، بيقدر يحله كمان يبعت لي وانا هصححه له ان شاء الله، تمام؟ بس انتوا ما تنسوش السبسكرايب واللايك للفيديو، وباذن الله ان شاء الله اكون مفيده ليكم وانتم كمان ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو. شكرا جزيلا and goodbye.